القصة اللي هنقلها لحضراتكم دلوقتي هي حصلت من 10 أيام، وبداية القصة دي كلها إن الزوجة نزلت تنظف السلم زي ما الجيران متفقين إن حد كل يوم ينزل ينظف سلم العمارة، وانتهى الموضوع بالشكل اللي انتوا هتسمعوه. خلينا نسمع الأول البقاء لله. معلش، ممكن حضرتك تحكي لي القصة؟ هي القصة بدايتها برضو كانت غريبة، لكن انتهى الموضوع بشكل صعب أوي. حضرتك متجوزة بقالك كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين. اه ايه اللي حصل في المنطقة بقالكوا 3 سنين؟ حصل مشاكل؟ حصل أي حاجة تخليكوا تقلقوا وعايزين تعزلوا ومش مبسوطة من الجيران؟ لا حضرتك، انا متجوزة بقالي 3 سنين، بس احنا جينا العمارة ديت ما كملناش سنة، يعني قاعدين فيها اصلا ما كملناش سنة. ايه ايه اللي حصل؟ هاي كنتوا متفقين كل يوم حد من اهالي العمارة ينظفوا السلم اسبوع، كل اسبوع؟ كل يوم خميس حد من الادوار بتاعت البيت ينزل يكنس المدخل تحت ويمسحه. فانا كنت اصلا، كانت والدتي كانت تعبانة وكانت والدته كمان كانت تعبانة، فانا قعدت 2 اسبوعين ما كنتش فاضيه خالص ان انا انزل اصلا اعمل إيه، لحد ما انا جيت. انا اصلا من القاهره مش من هنا، كنت مسافره عند والدتي ورجعت. فطبعا لما لقيت السلم بقاله 2 اسبوع ما اتكنسش، فنزلت انا بقى ايه عشان هو الدور عليا. فانا نازله بكنس السلم تحت، ما كملتوش يعني، كملت نصه بس، لقيت الراجل دوت جاي. ده ده جاركم لا هو مش جارنا، مش جاركم؟ لا هو مش جارنا، هو ماسكين المحلات، مأجرين المحلات اللي هي تحت البيت، أجر أتيليه وكوفير، أجر اتيليه كوفير وكاموفير. وأتيليه، هو مراته. هو صاحب الاتيليه فوق والمحلين تحت بعض، ومراته صاحبة الكوافير تحت، يعني تحت الاتيليه بتاعه على طول. يعني هو متجوز؟ كبير يا أستاذ تامر، كبير كمان، عنده كم سنة؟ كبير يعدي 50، يعدي 50 سنة. أو عنده 50 سنة. مهوش شاب، مهوش طايش، مهم. شخص عاقل يعني عارف هو بيعمل ايه. ايوه. فانا بكنس المدخل، لقيته جاي اول حاجه كان واقف بتاع ربع ساعه وانا بكنس، واقف قدام البيت. وبعد كده بقى جاي يقول لي ايه، هو انتي اكنسي بالراحه شويه، عمال يفتح في الكلام. فانا ايه ما ردتش، هو تمادى، ما كانش معاك ساب، بقى بدأ تحرش. لقيته بقى داخل، فتح البوابة وداخل عليا المدخل بيقرب مني، وحسيت ان هو عايز يعتدي عليا او يعمل فيا حاجة. فطبعا انا لقيته داخل عليا، رحت انا رامية العصاية بتاعت المقشرة في وشه، وطلعت جريت على فوق. انا خفت طبعا، فطلعت فوق وما عملتش اي حاجة، ما قلتش لجوز اي حاجة الا بالليل بقى بعد ما هو جه من الشغل وحضرنا العشاء وتعشينا. وفي الكلام بيقول لي في حاجة حصلت معاك النهاردة ضايقتك، كالعادة يعني لما بتيجي واحدة وجوزها يتكلموا مع بعض، ايه اللي حصل معاك النهاردة في الشغل، انتي حاجة النهاردة حصلت معاكي، في حد ضايقك؟ فبنتكلم مع بعض، بنحكي مع بعض كل حاجة. انا هو من حب طبعا، بقالنا 5 سنين قبل الجواز، حب وخطوبة. انتوا تعرفوا بعض وبتحبوا بعض قبلها بخمس يا سنين قريبتي، هو ابن خالتي، هو ابن خالتي وولاد خالاتي كلهم. فطبعا احنا كنا قريبين من بعض اكتر من يعني متجوزنا بقى، بقينا كل حاجة. فطبعا بتكلم معاه، بقول له تصدق ان الراجل اللي تحت ده النهارده لما كنت بكنس المدخل ضايقني؟ قال لي، قلت له يعني قول كلام كده موسى، ضايقني. ما رديتش احكي له تفاصيل. فهو نازل برضو مش قصده اي حاجة، ومش قصده ان هو يتخانق معاه ولا اي حاجة، وجاي بيعتب عليه كجار. انت جاري تحت في العمارة، قاعد تحت البيت، مأجر طبعا الأتات تحت البيت، فاحنا يعتبر جيران، مش شرط ما يكون ساكن معاه، بس هو موجود في نفس البيت اللي احنا فيه. فتم تهديد جوزي ساعتها، قال له انت مالك، انا اعمل اللي انا عايزه، انت مالكش فيه، انت ازاي تيجي تتكلم معايا انا كده؟ قال له ازاي ماليش فيه. طبعا كان معاه زمايله، كانوا اصلا واخدينه ورايحين الشغل مع بعض، فزمايله شدوه، قال له يا موسى خلاص ما تردش عليه، ده شكله راجل مجنون اللي هو بيقوله ده. وجوزك كان بيشتغل ايه؟ الله يرحمه يا رب. جوزي فني كف تبريد وتكييف. تكييف وتبريد، فاتح ورشة ومأجر ورشة ومأجرين بيت وعايشين في حنة، بيصلح تلاجات، غسالات، بوتاجات، صنايعي. وكان اليوم دوت صاحب صحابه كده في الشغل، قالوا تعالى عندي شغلانة، تعالى اعملها لي. هو اصلا يوم الجمعة ده اجازته، ما بينزلش يروح الشغل، بس هو للضرورة بقى، الحاجات دي بيبقى فيها اكل، حاجات بتبوظ، محتاجينه، ما ينفعش يقعد يأجز وكده.
فنزل معاهم هو صحابه وقالوا له تعالى سيبك منه متردش عليه. قال له انا هقتلك، انا هعمل واسوي فيك، وقعد يشتمه وكان هيمسك فيه. انا طلعت طبعا البلكونه من صوت الراجل ده لما قعد يزعق، فبصيت على جوزي لقيته جاي يمسك فيه. راح صحابه قالوا تعالى شدوه، قالوا يا موسى خلاص ما تردش عليه وتعالى نمشي نروح شغلنا وما تردش عليه. وجوزك مشي 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 ما يعني ما خدوه مشي. خدوه مشي، والناس اللي كانت معاك شهدت بكده ان هم خدوه مشي 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 خالص يعني، راح الشغل وبعد كمان شويه ما فيش. كنت انا بتكلم معاه، اتصلت عليه بقى وقلت له انت كلمت الناس دي ليه؟ ما تكلمش حد، مش قصدي حاجه، انا مش عايزاك تعمل مشكله، ما تخنقش مع حد، ما فيش حاجه حصلت وبتاع. حاولت ان اهد جوزي عشان ما يحصلش مشكله، ما فيش. انا قفلت مع جوزي، قال لي خلاص بقى اقفل عشان انا وصلت الشغل، وهم خلص ايه هبقى اكلمك. ما فيش، انا قفلت معاه المكالمه من هنا. ولقيت انا كنت طبعا في الاوضه جوه اوضه النوم دي جوه. بلاش تفاصيل يا سوء مسافة بقى. شوية ايه الصالة وباب الشقة بره، فطبعا لقيت حد بيكسر على باب الشقة، مش بيخبط يعني، مش فيش خبط على الباب، لا حد هيكسر عليك باب الشقة. التكسير تكسير تكسير وهبد جامد قوي، قلت بس باب الشقة هيتفتح. فأنا معايا طفلة عندها سنتين، بنتي لسه صغيرة برضو. فطبعا لما لقيت في تكسير على باب الشقه، رحت قافله بسرعه باب الاوضه، يعني قاعده في الاوضه اللي انا قاعده فيها، قمت قفلت باب الاوضه عليا واتصلت عليه بقى. قلت له موسى لحقني، في باب الشقه بيتكسر عليا. قال لي ايه يا نهار اسود؟ قلت له والله باب الشقه بيتكسر عليا، مش عارفه اعمل ايه، انا جاي لك حالا. وقفل السكه. ايه طبعا ايه، مكنتش عارفه اعمل ايه بصراحه، ايه مش عارفه اعمل ايه، باب الشقه بيتكسر عليا، مش عارفه اعمل. هو ما فيش، انا ما كنتش عارفه ان هو جه تحت بقى، ما اعرفش وصل امتى بصراحه، لان انا كنت في الاوضه. مين بقى اللي كان بيكسر عليك باب الشقة؟ هو هو ومعاه اتنين. اتنين وعارفين انت ست لوحدها قاعدة في الشقة دلوقتي؟ اتاكدوا هما ما دخلوش على مرات اخويا الا ما اتاكدوا ان اخويا مشي بالتروسيكل. كاميرات المراقبه اللي قدام باب البيت، في قدام باب العماره السوبر ماركت ومحلات فيها كاميرات، كاميرات جايبه ان هما اتاكدوا ان اخويا مشي، ما هو ماشي قدامه، عمل جاب اللي جايبهم وطلع يكسروا عليها باب الشقه وهي قاعده لوحدها. يعني هو كان بيكلمه اخويا، قال له ما ينفعش، عيب، ما يصحش، احنا جيران، انت تحافظ على عرضي وانا مش موجود، زي ما انا حافظ على عرضك وانت مش موجود. بعد ان اخويا عملوا معاه ده واتكلم معاه مشي، واللي معاه خده ومشيهم خلاص. التاني شاف اخويا بعينه مشي، فطالعين تلات رجالة طالعين فوق يتهجموا على يتهجموا ست على ست لوحدها. لوحدها. ايه المقصود من ان يتهجموا عليها وهي لوحدها؟ استاذ تامر، وبعدين ايه اللي حصل؟ بعدين انا سمعت صوت سويت تحت، وببص لقيت الناس كلها طالعه تجري وتتلم في مدخل العماره، فقلقت ما بقيتش عارفه ايه اللي بيحصل تحت. فيا دوبك انا لبست العبايه والطرحه ولبست بنتي هدومها، وجيت نزلت لقيت جوزي الناس كلها متلميه شايلينه وغرقان في دمه خالص، وخدوه ركبوه وركبوه توك توك وطلعوه على المستشفى. فاصطادوا اخوكي تحت وهو ما يعرفهمش؟ لا مش عارف، هو حبيبي جاله تليفون منها ان الحقني باب الشقه بيتكسر عليا. تمام، هو جاي يلحق مراته، هم في الرابع، عشان اخويا يطلع شقته لمراته الرابع لازم يعدي على الناس دي. اصطادوه تحت يا استاذ تامر. في حاجه حضرتك ما قلتلكش؟ قرب المايك. الست دي وجوزها هم واخدين الاتيليه والمحلات تعتبر تحت البيت. الست دي بقى اختها ساكنه في الدور التاني، اختها وجوزها وعيالها، فهم على طول هم تحت فوق، يطلعوا يقعدوا مع اختهم فوق، ينزلوا يقعدوا في الاتيليه تحت على طول، هم نازلين طالعين يعني. ضايقوك قبل كده العيله ديت؟ لا هي اخته، طب بتضايق؟ هي اخت الراجل دوت، اخت الست دي اللي مرات الراجل ده، هي بتطلع لاختها فوق. لا، هما جيرانك اللي في الدور التاني دول هما ضايقوك قبل كده لا لا خالص؟ لا لا، هو المشكله كانت مع جوزها هي، مش معاهم هما كجيران. طيب عملوا ايه بقى في اخوكي؟ هي الشقه اللي هي بتقول عليها بتاعت اختها دي، هي دي اللي اخوها اتقتل فيها. هما لما عملوا ايه بقى وهو طالع؟ قام شدوه على الشقه؟ طول حبيبي ومعاه هاشم الولد اللي شغال مع الصبي ده. فايه هاشم قال له ايه، كانوا بيركنوا التروسيكل، هاشم ده طلع يطمن على مرات اخويا على ما هم يركنوا التروسيكل ويطلع. اصطاد اخويا في تاني دور وقتلوه.
شد اخويا من على السلم، باب الشقه كان مفتوح، شاهد الاثبات ان امبارح انا كنت بروح ان كان بياخد شهادته من امبارح، اللي حكاه جايب لي انهيار عصبي اكتر ما انا كان عندي انهيار عصبي. شد اخويا جوه الشقه وقتلوه لوحده، ما كانش معاه حد، موتوا الواد من الضرب الصبي اللي كان معاه ولقحوه بره الشقه. الواد بيقول انا ما اطمنت على مرات موسى، ونزلت لقيت الولد اللي قتل اللي كان ماسك المطوه ده ماسك المطوه هيجوز موسى، فشد من ايده المطوه وبقول له ما ينفعش يا اسطى، واهدى يا اسطى، اللي هو اللي قتل اخويا اللي شغال مع اخويا، بقول له اهدى، وبشد من ايده المطوه. قام الواد ده ضارب اللي شغال مع اخويا، ضربه بالرجل ورموه بره الشقه وقفلوا الباب وقتل اخويا، ما فتحوش باب الشقه، الواد كسر الباب ما فتحوش الا لما اتاكدوا ان اخويا اتقتل. قتلوه قتلوه بالمطوة؟ بالمطوه. ضاربينه بواحده في قلبه، ومقطعين رجليه، مقطعينه في رجليه، رجليه كانت غرقانه دم. انا شفت، انا جيت معاه المستشفى، دخلت معاه الاستقبال، لقيت التيشيرت كانوا مقلعينه، والدكتور كان بيحاول معاه، واخد واحده في قلبه وفي رجليه، مقطعين رجليه ودراعه وشرايين دراعه، ضرب مش ضرب تهويش وفي قلبه، ولا هي خناقه يا استاذ تامر؟ قطعين شرايين رجله ودراعه غز وقلبه غز بس بالمطوه. مش تعوير مش تهويش، ما همش بيعلموه مثلا ان هو لا 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 يعني هم مش عايزين يعيش يضربوه، هم يعني هم مش عايزين يضربوه، هم عايزين يخلصوا عليه. استر حضرتك، هم خدوا واحد بطوله وهم جوه الشقه ودخلوا ثلاث رجاله قتلوه، ما فيش غزه فيهم هوائيه، ما فيش حاجه على الوش كده، لا غز غويطه. هل الناس دي مسجله؟ خاطر الناس دي كان ليها سوابق قبل كده، الناس دي ليها بص هقول لك على حوادث حاجه، فيها قبل كده. شفنا شكلهم في النيابه في المباحث طبعا، اخويا الله يرحمه يحسن اليه الله يرحمه يا رب، المستشفى وانا حضرت كل حاجه معاه. الناس دي كانوا بره المستشفى عشان انا ما كنتش اعرفهم، انا ما اعرفش شكلهم. كانوا بره المستشفى جايين يطمنوا اذا كان هو مات ولا ما ماتش، عشان هم يعرفوا ما يعملوا ايه بعد كده. شوف كمية الجبروت وكمية العرض، يعني هم راحوا معاكم المستشفى؟ ما راحوش معانا، في راحوا بقى احنا اللي شال اخويا وده المستشفى الصبيان بتوعه، هم اتنين كان هاشم فوق والتاني كان في التوليسيك. هاشم ده اتضرب، هاشم ده اللي كان ضرب عشان وطلعوه وشاف اخويا وهو مقتول في قلب الصاله. خدوا الصبيان، هم مين اللي وده اخويا المستشفى؟ الصبيان بتوعه شالوه. الناس دي قتلت هو سابته على السلم، الناس دي قتلت اخويا. طب الناس ديت ما عندهاش وعي؟ ما هم كده لابسين القضيه لابسينها وهيتسجنوا فيها وفيها اعدام عشان ده قتل. انا ما اعرفش السبب ان هم قتلوها كده. هي لو هي حته ان هو مثلا شاف ان ازاي واحد من الفلاحين، ما هو ده كره وده مدينه، وانت يا فلاح جاي تعدل عليا او تعمل عليا راجل وعامل فيها راجل، طب انا هوريك، طب انت مثلا ممكن تعمل له خربوش، تسيب علامه في وشه ان هو مثلا زعق معاك او قال لك مالكش دعوه بمراتي، انما ان انتوا تشدوه وتدخلوا الشقه بتاعتكم وتقتلوه جوه شقتكم، لا لا يا استاذ تامر لا. الموقف كان صعب، واللي انا عرفته امبارح صعب صعب صعب. خد عند حضرتك، هم قتل اخويا، جم المستشفى ورانا عشان يتاكدوا اذا كان هو اتقتل ولا لسه عايش، عشان يشرفوا هم هيعملوا ايه. الست مراته كانت بتتعدى على مرات اخويا في المستشفى، جوزها ميت وكانت بتتعدى عليه، احنا ما كناش اعلنا ان هو مات. عملت فيكي ايه مراته؟ هي اول لما شافتني في المستشفى لقيتها جايه تضربني، قلت لها انا جوزي بعكسك انت، كل اللي هي اتكلمت فيه وبس نازله فيها ضرب، بقى انا جوزي بعكسك انت. وهي كانت موجوده ساعه ما اخويا اتقتل، يعني الست صاحبه الراجل مرات الراجل ده كانت في الشقه ساعه قتل اخويا، كانت موجوده مع جثه واخويا بيتقتل، كانت في قلب الشقه. يعني هي مشكلتهم كلها ان ازاي جوزها يعاكس بنت الجيران؟ او لا مش مهم، ده اتقتل قدام عينيها، مش مهم مش ان هم موضوعها. الشقه اتقتل، جايه تعرب جايه تضرب مرات اخوها في قلب المستشفى، جوزها كان ميت وانا ما قلتلهاش، هي نازله فيها ضرب ودي كانتش تعرف. انا قعدت زياده عن ساعه لما اعلنت ان اخويا مات، انا اللي كنت مع اخويا في الطوارئ، ان هي طلعوها بره لان الحاله كانت صعبه. انا شغاله في المستشفى اللي هم كان فيها دي، في مستشفى زمزم دي، مسافة ما بين البيت وما بين المستشفى ما يجيش 5 دقايق. الصبيان اللي شغالين مع اخويا ودوه المستشفى ديت علشان يحاولوا يلحقوه، كل اللي كان على اخويا بنته، ما كانش بنت غير باسم بنته. عرفت كل امبارح لما قعدت مع الولد ده، انا ما قعدتش معاه بسبب ان انا كنت في دنيا غير الدنيا، وكان كل شغلي الشغل ان انا بصور مع استاذ تامر، بطور مع استاذه نهال، عايزه حق اخويا. من كتر المنظر اللي انا شفته في المستشفى انا عايزه حق اخويا. والدتي بتموت بين الحياه والموت، قبل ما اخويا يتقتل كانت امي بقالها 10 ايام عندها جلطه، واحنا بنجري بقى انا وهو. هم اتقبض عليهم الثلاثه دلوقتي؟
هم حضرتك يومها تم ضبطهم واحضارهم المباحث، احنا رحنا مع اتحركت في الحال. اخويا لما توفى في قلب المستشفى، مدير مستشفى زمزم تخصصي الله يصلح حاله ويسترها عليه كابتن محمد نصار، اتصل ب مدير المباحث احمد عبقوي وتفضلوا شاكرين. ساعتها اتحركم، جت المباحث في قلب المستشفى من شاف ايه ومن ايه، وجابوا هاشم اللي هو، لان الولد ده الوحيد اللي كان عارف شكلهم. فوجئنا ان هم لهم اسامي شهره. المباحث طبعا اتحركت في الحال، ركبنا مع المباحث البوكس وخدتنا عشان اللي عنده حاجه يقولها في مش الشارع. احنا ما كناش لسه طلعنا المباحث فوق، مدير المباحث ده كان تحت في قلب الشارع، احمد عبقوي ده كان في الشارع مقابلنا تحت. ايه شفتوا ايه من ايه؟ فوجئنا ان الناس دي لها اسامي شهره، واساميهم اللي في البطايق غير اسامي اللي معروفه. خدوا هاشم ده وقال على اشكالهم وملامحهم وده فلان، وتقبض عليهم، تم القبض عليهم. الحادثه كانت حوالي على المباحث، جت مثلا كنا في المباحث من الساعه 5، كانت على الساعه 9 كانت الناس دي في قلب المباحث وجايبينهم، وتم ضبطهم واحضارهم، وتعرضوا على النيابه الساعه 6 الصبح. والنيابه ما سابتناش ولا سابتهم غير لما اتاكدنا ان احنا المباحث كانت بتدور علينا احنا، نهدى ان هم خلاص بقوا في ايد العداله وودناهم النيابه. بعد كده احنا روحنا بيتنا، بدأنا نشوف اخويا طبعا راح يتشرح في شبين، بدأنا نشوف ورقه ونشوف دنيته عشان ندفنه. دفن اخويا تاني يوم بعد صلاة العصر. بقاء لله. القصة صعبة والحقيقة، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب، ويجعل مسواه الجنة، وربنا يا رب يصبركم ونحتسب عند الله شهيد. انا اسف على اللي انتوا شفتوه، قصة غريبة قوي، تبتدي بتنظيف السلم ينتهي الموضوع بالشكل ده بجد. أنا آسف. لا 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 ما تعذرش يا أستاذ تامر، احنا آسفين لحضرتك. أنا آسف. أنت حضرتك كتر خيرك، وبشكرك إنك أنت مهتم بالموضوع وإن أنت تساعدنا. أي حد بيحاول يساعدنا أنا بشكره، أي حد قال كلمة كويسة تدينا القوة والدافع إن احنا نجيب حق أخويا أنا بشكره. بشكر كل حد حاول يعرف الحقيقة يقف معانا. وبوجه من خلال حضرتك، من خلال الشاشه بتاعت حضرتك، شكر خاص للنيابه والمباحث على كميه الادب والاحترام اللي كانوا بيتعاملوا معانا بيه، ان هم ما قصروش في حاجه. وبوجه الشكر لكل حد على وجه الارض قال لنا كلمه كويسه تساعدنا ونقف على رجلينا. بقى لله.